بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وعلى بركة الله نبدأ إن شاء الله محاضرة مساق إدارة البنوك. وكنا قد توقفنا في المحاضرة الماضية عند موضوع الائتمان المباشر والائتمان غير المباشر، وشرحنا فيه ما هي أدوات الائتمان المباشر وأدوات الائتمان غير المباشر. الآن نبدأ على بركة الله في شرح واستكمال موضوع الفصل السادس، وهو إدارة الاستثمار والمحافظة الاستثمارية. ونتكلم هنا على موضوع الاستثمارات في الأوراق المالية. من المعلوم أن البنك يقوم باستثمار موارده المتمثلة بالدرجة الأولى في الودائع في مجال الاستثمارات البنكية، ثم يقوم في مجالات الاستثمارات البنكية والمتمثلة في أهمها في موضوع الائتمان المصرفي. وبالتالي فهذا الائتمان يحتل مكانة بارزة في أداء المصرف، وتقاس عليه مدى قدرته على تحقيق الربحية، مدى قدرته على تسيير أعماله بشكل يحافظ على التوازن بين عنصري الربحية والسيولة، وهو الأمر الذي يعد هدفين متعارضين يعمل البنك دائما على الموازنة بينهم. من ضمن الاستثمارات التي يقوم بها البنك أيضا هو الاستثمار في مجال الأوراق المالية. والاستثمار في مجال الأوراق المالية يعني أن البنك يوجه جزء من موارده المالية نحو الاستثمار في مجال الأسهم والسندات. طبعا كما ذكرت لكم قبل قليل أن الاستثمار في مجالات مختلفة كالائتمان أو ما شابه ذلك، ثم الاستثمار في مجال الأوراق المالية، تتوقف هذه الأمور على قدرة البنك على الموازنة في تحقيق هدفه الأول وهو هدف الربحية، والهدف الآخر هو هدف السيولة. وبالتالي ينظر إلى الاستثمارات في الأوراق المالية بأنها هدف يهدف إليه البنك، ويعد هذا الاستثمار إذا كان قصير الأجل من الاحتياط الوقائي للسيولة المطلوبة، ثم إذا كان هذا الاستثمار طويل الأجل فلا يعد من الاحتياط الوقائي للسيولة، وإنما يعتبر استثمار طويل الأجل، وبالتالي يدخل في مجال الاستثمارات التي تحيط بها المخاطرة. ومن هنا يدخل لدينا عنصر كيف نحقق السيولة ونحقق الربحية ونحقق الأمان ما بين هذه العناصر الثلاثة. طبيعة العمل المصرفي تقتضي توفر السيولة اللازمة في الوقت المناسب والموائمة، أي الموازنة بين الاستثمارات وطبيعة هذه الودائع، لأن كل يعلم أن طبيعة الودائع المصرفية هي قصيرة الأجل، ومن هنا بتكون الاستثمار تبعنا إيش؟ قصير الأجل. ثانيا لابد أن يكون لدي أيضا اهتمام حتى أوجه استثماراتي في مجالات معينة، لدي اهتمام أيضا أين يتم توجيه هذه الاستثمارات. هل تم توجيهها في مجال استثمارات لغرض تحقيق العائد؟ وهنا ننظر إلى العائد، هل هو عائد مجدي؟ فإذا كان عائدا كبيرا معنى ذلك أن هناك مخاطرة عالية، وكلما زادت المخاطرة يجب أن يكون هناك العائد المتحقق هو عائد مرتفع حتى يعوض هذه المخاطرة. أيضا يجب أن عندما نتكلم عن الاستثمار في الأوراق المالية أن نتكلم أيضا
عن هذه الاستثمارات وقدرة البنك على تسويقها والتنويع فيها، تسويقها بمعنى قدرته على بيعها السوق المالي ثم قدرته على تنويعها، كل ذلك بهدف تخفيض المخاطر المحيطة بأداء البنك. طيب الآن لو بننتقل إلى نقطة أخرى نتكلم فيها عن الأهداف الأساسية لموضوع إدارة المخاطر الاستثمارية. كل العمل المصرفي الكل يعلم أنه عمل مبني على المخاطرة، وبالتالي طبيعة هذا العمل تقتضي منا أن نكون على أقصى درجات الحذر في التعامل بأموال المودعين، لأن البنك لا يتعامل بأمواله وإنما يتعامل بأموال المودعين. يجب أن يراعي البنك تحقيق الاستقرار داخل البنك والحصول على العوائد، وهذه تضمن له الاستمرارية. مواجهة المخاطر الائتمانية حتى نستطيع ليس أن نتفاداها، ولكن كيف نديرها بشكل سليم من خلال شراء الأوراق المالية ذات الجودة العالية والاحتفاظ بها لغرض تحقيق التوازن بين السيولة وبين الربحية، حتى هذه المخاطر تكون في أقل وفي أدنى حدودها الممكنة. أيضا الاستثمار في الأوراق المالية يحقق هدف التنويع، والمقصود بهنا هدف التنويع ألا نستثمر في أوراق مالية في مجالات محددة ونركز الاهتمام بنركز بالمجال هذه الاستثمارات في هذه النوعية من هذه الأوراق وبكميات كبيرة. يجب أن تكون هذه الأوراق لها علاقة ببعض القطاعات المختلفة وفي مناطق اقتصادية مختلفة وتواريخ استحقاق أيضا مختلفة، لا تنتهي في أجال طويلة أو أجال متوسطة أو أجال قصيرة. طبعا الأهداف الأساسية لإدارة المخاطر الاستثمارية يدخل من ضمنها أيضا أنه كيف نحصل على احتياطيات سائلة، بمعنى أن هذا الاستثمار لا يكون في مجالات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل. يجب التنويع، جزء من هذه الاستثمارات يجب أن تتصف بالسيولة حتى نستطيع بيعها وتشكل ضمانة لهذا البنك للحصول على التمويل اللازم. أيضا يجب أن يكون هناك اعتبار احتياطي لتحقيق الإيرادات مقابل الخسائر. من هنا يعني أقصد هذا بالأمر أن هذه الأمور تحتاج إلى مراعاة التقلبات التي قد تحدث في هذه الأداة الاستثمارية، ويكون لدينا تحوط ضد أي خسائر قد تنتج بسبب بسبب التقلبات التي تحدث في أسعار الفوائد. الآن لو بنتكلم عن مجموعة أدوات الاستثمار، هنا حنتكلم عن بعض الأدوات الاستثمارية، وهذه الأدوات الاستثمارية التي يتم استخدامها جزء منها يتم تداوله في سوق النقد وجزء آخر يتم تداوله في سوق رأس المال. ما هو الفرق بين سوق النقد وسوق رأس المال؟ سوق النقد المقصود به هو السوق النقدي، يعني العمل داخل سوق النقد، يعني الجهات التي تتعامل بالنقد وهي طبيعتها أدوات تكون قصيرة الأجل، دائما تتصف بأنها درجة المخاطرة والسيولة مخاطرة منخفضة والسيولة كذلك منخفضة، سيولة عالية ومخاطر منخفضة وعوائد مقبولة. ثم هناك أدوات لها علاقة بسوق رأس المال طبيعتها طويلة الأجل، وهذه الأدوات لها علاقة بما يتم تداوله في السوق المالي. وبالتالي فإن سوق النقد هو مقصود به سوق البنوك والسوق الذي من خلاله يتم شراء وبيع هذه الأوراق، أما سوق رأس المال فهي الأدوات التي يتم تداولها وين؟ من خلال السوق المالي أو ما يعرف باسم البورصة. من الأدوات التي يتم تداولها في سوق النقد هي أذونات الخزانة. ما هي أذونات الخزانة التي دائما نسمع بها بشكل كبير؟ أذونات الخزانة هي عبارة عن سندات
وأوراق مالية قصيرة الأجل يقوم البنك المركزي بإصدارها، وتعتبر إحدى أدوات السياسة النقدية، تعتبر إحدى أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي في التحكم في عرض النقد. وهذه أحيانا تكون هي أداة دين يستخدمها البنك المركزي لسحب النقدية كأحد أدوات السياسة النقدية، أو يستخدمها البنك المركزي لغرض سد العجز في الموازنة. وبالتالي هنا يكون هناك تدخل من قبل وزارة المالية عندما تحتاج إلى الأموال وتطلب سد هذا العجز، وأحد وسائل سد العجز في الموازنة العامة للدولة اللي هي الحصول على المال والاقتراض من البنوك، يقوم البنك بإصدار أذنات الخزانة. قلنا حساس أذنات الخزانة إيش مدتها قصيرة الأجل، إما أن تكون حدود 3 شهور أو 6 شهور أو 9 شهور أو سنة. تتميز بأنها منخفضة المخاطر، أنها ذات سيولة عالية، وأنها فيها عنصر الأمان، لأن الجهة التي تصدرها هي الدولة، ولا نتصور أن الدولة سوف تتعرض إلى إفلاس، وبالتالي فمخاطرها تعتبر صفر. لهذا السبب يطلق عليها بأنها إيش؟ هي خالية المخاطر. النوع الثاني من هذه الأدوات هي سندات الشركات التي تقوم الشركة بالاستدانة من البنوك، يعني تقوم إحدى الشركات بطلب الاستدانة من البنوك من خلال القروض ومن خلال السندات أو إسناد القرض اللي بتحصل عليها الشركات من البنوك. وطبعا هذه بتكون سندات عادة أيضا قصيرة الأجل وليس طويلة الأجل. درجة سيولة هذه السندات أيضا بتكون إيش؟ عالية، وبكون مخاطرها محدودة، لأنه يتم التعامل مع شركات عريقة وشركات مضمونة في هذا المجال. ومن هنا بحرص البنك على أنه هذه التعامل يكون إيه؟ يكون فيه دائما محاط بدرجة عالية من الضمانات حتى يضمن البنك حقوقه. من ضمن أيضا أدوات الاستثمار اللي هي شهادات الإيداع. وشهادات الإيداع تشبه الوديعة بالضبط، بمعنى أن الإنسان أو الفرد الذي لديه مال يستطيع أن يودع هذا المال في البنك ويحصل مقابله على ودائع. هذه الأموال التي تودع في البنك فكرت البنوك في أن تقسيم هذه الودائع إلى شرائع أو إلى سندات أو إلى صكوك، حتى لا تكون وديعة كاملة، ويضطر أحيانا بعض العملاء أن يحجموا على إيداع أموالهم في البنوك، لأنه بقولك أنا بديش أحط أموالي في البنك، إنما بدي إيش أحط أموالي في شكل سندات أو في شكل صكوك. هذه الصكوك بتكون قيمتها مش عالية، يستطيع من يحمل هذا الصك أو هذه شهادة الإيداع أن يبيعها في السوق المالي، وبالتالي توفر لهذا المودع أو لهذا العميل مجال للحصول على السيولة في الوقت المناسب. لكن لو كانت وديعة ثابتة بمبلغ كبير، هنا حيواجه هذا العميل صعوبة في الحصول على السيولة إلا من خلال رجوع البنك، ويضحي في هذا المجال كما شرحنا لكم في محاضرة سابقة بالفائدة التي تحصل عليها من تاريخ البدء في هذه الوديعة إلى تاريخ كسر هذه الوديعة. هذه الشهادات تحل مشكلة المودع وتسهل على البنك أيضا الحصول على المزيد من هذه الأدوات، لأنه يرغب فيها كثير من الأفراد، حتى الفرد بده يستثمر ماله بحصل عائد، وفي نفس الوقت بحصل السيولة إيش اللي بده يرغبها في أي وقت يشاء. من الأدوات الأخرى هي القبولات المصرفية. والقبولات المصرفية هي عبارة عن تعهد، هذا التعهد له قيمة اسمية، يتعهد فيها البنك أن يدفع قيمة هذه الورقة إلى في تاريخ محدد، وتتصف هذه القبولات بانخفاض درجة المخاطرة. وأيضا هي تعتبر أحد أدوات سوق النقد، حيث يتم خصمها وبيعها بأقل من قيمتها الإسمية قبل تاريخ استحقاقها، وبالتالي يستطيع من يحمل هذا القبول المصرفي أن يبيع هذه الورقة ويحصل على قيمتها في وقت من خلال خصم قيمتها، ويتم تحديد قيمة سعر الخصم من خلال التعليمات اللي بيصدرها مين؟ البنك المركزي. الآن من ضمن أدوات سوق النقد التي تتداول في سوق النقد بين المتعاملين وبين البنوك هي الأوراق التجارية. وسبق أنه تكلمنا عن موضوع الأوراق التجارية، يستطيع
في حالة وجود شخص اشترى أو باع بضاعة، أو وجود أدوات دين بين فرد وفرد آخر، بين شركة وشركة أخرى، أن يحصل على ورقة تجارية. هذه الورقة التجارية تثبت حق المدين في الحصول على المبلغ من قبل إيه؟ حصول، تثبت حق الشخص الدائن، الدائن في الحصول على المبلغ من وين؟ من الشخص المدين. يعني هي عبارة عن علاقة بين مدين ودائن. هذا الدائن يجب أن يحصل على حقه من الشخص المدين من خلال إثبات هذه الورقة اللي كنا نسميها دائما في مبادئ المحاسبة ورقة الدفع وورقة القبض. هذه الورقة يستطيع من يحملها أن يتوجه إلى البنك ويقوم بخصمها، بمعنى أن من يحمل هذه الورقة يستطيع أن يبيعها في سوق النقد، يعني في أحد البنوك، ويحصل على قيمتها، ولكن القيمة التي يحصل عليها تكون قيمة إيش؟ أقل من القيمة الإسمية لهذه الورقة، لأن البنك وكأنه في منحه، في شراء هذه الورقة، منح اهتمام لهذا العميل بدفع أموال حاضرة اليوم مقابل أن يحصل على أموال في الغد أو بعد فترة معينة. تسمى القيمة التي يتم خصمها من هذه الورقة بقيمة الخصم. أيضا هذه الورقة تكون جذابة بالنسبة للبنوك، لأنه يستطيع البنك الذي يشتري هذه الورقة أن يعيد خصمها لوين؟ لدى البنك المركزي. الآن يوجد لدينا كمان مجموعة أوراق يتم تداولها في السوق، في سوق رأس المال. وسوق رأس المال أهم هذه الأوراق هي السندات الحكومية، السندات الحكومية طويلة الأجل. كنا تكلمنا قبل شوية عن أذنات الخزانة، الآن نتكلم عن السندات الخزانة. وسندات الخزانة هي السندات الحكومية طويلة الأجل، عادة تكون مدتها سنة أو 3 سنوات أو 5 سنوات أو أكثر من ذلك، وقد تصل أحيانا إلى 20 عاما. تتصف هذه السندات أيضا مثل أذنات الخزانة بعنصر الأمان وارتفاع درجة السيولة. ليه؟ لأنه لا نتصور أن أن الحكومة تفلس أو البنك يفلس، وبالتالي فمخاطرتها إيش بتكون؟ مخاطرتها قليلة جدا. ولكن تعرف أنه طول المدة وبيخلي الإنسان يشعر بأنه هذه المدة قد يكون مخاطرتها عالية، لا، هي مخاطرتها محدودة جدا. ليه؟ لسبب أن الحكومة لا تتصور كما ذكرنا لكم في حالة الأذنات أن تقوم الحكومة بالإفلاس. طبعا عوائدها هتكون أعلى من عوائد أذنات الخزانة، وتستخدم أحيانا كضمان القروض، ونتيجة ضمان القروض بسبب التغيرات في أسعار الفائدة. وبالتالي هذه السندات تحقق ربحين. الربح الأول هو الربح الذي ينتج عن عملية الفوائد التي يحصل عليها من يحمل هذا السند، ثم يحصل أيضا على ربح رأس مالي إذا كانت هذه الشركة التي أصدرت هذه السندات شركة عريقة، أو كانت هذه السندات ذات فائدة عالية، يستطيع أن يبيعها من يحمل هذا السند بربح أكثر من قيمتها الإسمية. أيضا من ضمن الأوراق المالية اللي هي تتعامل فيها، يتعامل فيها سوق رأس المال يعني البورصة، هي السندات الشركات أيضا طويلة الأجل، وهذه لا يمكن أن يحصل عليها إلا من خلال التعامل في البورصة، لأنه هنا تكون في عملية الشركة تطرح هذه السندات ويتم شرائها والإقبال عليها من قبل المتعاملين، وبالتالي يحصل حامل هذا السند على فوائد، يحصل حامل السند على عوائد. هذه العوائد تتمثل بارتفاع درجة المخاطرة، وفي نفس الوقت هيكون هنا العائد أكبر بسبب المخاطرة الموجودة. طبعاً هذه السندات ميزتها أن يتم تداولها في البورصة، وبالتالي يستطيع من يحمل هذا السند أن يبيعه ويشتريه في إعادة بيعه أو إعادة شرائه ضمن حركة تداول البورصة. من ضمن أيضا أدوات سوق رأس المال المهمة جدا اللي هي الأدوات التي يتم استخدامها في عملية تكوين الشركات أو في عملية التداول في البورصة، وهو عنصر مهم جدا، وهي ما يعرف باسم الأسهم. معروف أن رأس مال الشركات يقسم إلى أسهم، السهم له قيمة اسمية معينة يتم تداولها ويتم شراءها وفقا لقيمتها السوقية. وهنا نتكلم عن قيمة اسمية وعن قيمة سوقية. القيمة الاسمية هي القيمة التي تظهر على وجه السند، أما القيمة السوقية للسهم فهي القيمة التي يتم بها إقفال
أو بيع وتداول هذه الأسهم في سوق رأس المال. طبعا هذه الأسهم تعتبر أداة ملكية، يحرص من يحمل هذه الورقة على إيه؟ على أنه يحتفظ بها، سواء كان لأجال استحقاق طويلة الأجل، أو كانت إيش هي لغرض المتاجرة وغرض تحقيق الربح الذي يطمح إليه من يحمل هذا إيه؟ هذا السهم. وبالتالي فالأسهم العادية هي أسهم يحق لمالكها أن يحصل عليه، أن يحصل على العوائد المرتبطة بتشغيل الشركة أو الجهة المستثمر فيها، ثم أيضا يحصل على عوائد تسمى العوائد الرأسمالية. الفرق بين العوائد الجارية أو ما يعرف باسم العوائد التشغيلية والعوائد الأخرى وهي العوائد الرأسمالية. العائد العادي أو العائد الجاري أو العائد التشغيلي هو العائد الذي يعود على حامل هذا السهم من أرباح نتيجة تشغيل وعمل الشركة المستثمر فيها. الشركة المستثمر فيها في نهاية كل عام تقوم بتوزيع جزء من أرباحها وتحتفظ بجزء آخر. هذه الأرباح ومن حق المساهمين، يعني من حق حملت هذه الأسهم، وبالتالي من يحمل هذا السهم يحقق ربح تشغيلي يعود عليه من قبل الجهة المستثمر فيها. كذلك من يحمل هذا السهم، وكان هذا السهم هو سهم في أحد الشركات العريقة والشركات المعروفة، فأن هذه الأسهم التي يحملها ممكن له أن يبيعها في السوق المالي ويحصل منها على سعر أفضل من السعر الذي اشترى بها، لأن الشركة متعزز مكانها في الاقتصاد، ومكانها في الاقتصاد عندما يتعزز يعطي من يحمل هذا السهم ميزة في الحصول على الأرباح والحصول على العوائد، وبالتالي يبيعها في السوق المالي بمبلغ أكبر من قيمة التي اشترى بها. ويعتبر الفرق ما بين قيمة الشراء وقيمة البيع هو ما يعرف باسم إيش، اللي هو العائد الرأسمالي. بهذا القدر إن شاء الله إحنا نكون قد انتهينا من الفصل السادس، وهو المتعلق بعملية الاستثمار وعملية الائتمان. وبالتالي إن شاء الله نترككم في رعاية الله، وحبيت أن أنبه لكم أنه هذا المجال اللي بنتكلم فيه اللي هو مجال الاستثمار ومجال القروض ومجال الوثائق الائتمان هو من إيش، هو ثاني وظيفة من وظائف البنك، وبالتالي يعتبر الاهتمام به واجب حتى نتعرف على المجالات التي يقوم بها البنك في استثمار أمواله، وكيف يستطيع أن يدير المخاطرة وأن يدير السيولة وأن يدير عنصر الأمان المطلوب من قبل كل من يستثمر في هذا المجال. وبالتالي الكل معني على أنه ندرس هذا الفصل بشكل جيد، لأنه يعتبر من الفصول الهامة، لأنه يدخل ضمن ضمن صميم العمل المصرفي وأهمية العمل المصرفي في هذا المجال. نترككم إن شاء الله في رعاية الله، وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق، وكل بنتابع معنا ودائما بتابع محاضراتنا بشكل جيد. ونقول الآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتقابل إن شاء الله في محاضرة أخرى، ودمتم بخير.